بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي المشاهدات، أخواتي الحاضرات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الفايتة كنا شفنا حرف الثاء وتعلمنا كيفاش نكتبوه ونقراوه مع حركات الفتحة والضمة والكسرة ومع السكون، وكنت كلفتكم بواحد زوج تمارين اللي نتمنى أنكم تكونوا توفقتوا في الإنجاز ديالهم، ياكن جزتوهم في البيوت ديالكم. نعم. نبداو على بركة الله بالتمرين الأول، واللي كان مطلوب منكم فيه هو تدربوا على كتابة حرف الثاء مع الحركات الفتحة والضمة والكسرة ومع السكون. في السطر الأول عندنا سميرة، شنو عندنا في السطر الأول؟ فتحة. نعم، وغادي نقراوها ثا ثا، وغادي نكتبوها إلى نهاية السطر. وعندنا في السطر الثاني حليمة، تو ثو. نعم، وحتى هي غادي نكتبوها إلى نهاية السطر. وعندنا في السطر الثالث عندنا رقية، تي ثي. نعم، وحتى هي غادي نكتبوها إلى نهاية السطر. وفي الأخير عندنا الثاء بالسكون اللي غادي نقراوها سميرة، ث. نعم، وحتى هي غادي نكتبوها إلى نهاية السطر، ث. أما في التمرين الثاني واللي غيظهر أمامكم على الشاشة، عندنا كلمات وكل كلمة فيها حرف الثاء اللي مكتوب عندنا بالأحمر، كان مطلوب منكم هو تقراو الحرف وتكتبوه في الكلمات اللي عندنا لتحت. نبداو بالكلمة الأولى، ثعلبون. زينب، ت. نعم، ث، تنقراوها ثعلبون. وفي الكلمة الثانية عندنا ثلوج، شنو هو الحرف اللي غادي نكتبو لتحت؟ حليمة، تو. نعم، وغادي نقراوها ثلوج. وفي الكلمة الثالثة عندنا ثياب، شنو الحرف اللي غادي نكتبو لتحت؟ سميرة، في. ثي. نعم، وغادي نقراوها ثياب. واخر كلمة أثقال، حليمة، شنو غادي نكتبو لتحت؟ ث. نعم، وتنقراوها أثقال. قراو معايا، ثعلبون، ثعلبون، ثلوج، ثلوج، ثيابون، ثيابون، أثقال، أثقال. والآن غادي نتعلمو حرف الثاء مع حركات جديدة، ولكن من قبل غادي نتذكروا حرف الثاء بالحركات الثلاث، الفتحة والضمة والكسرة. نعم، عندنا ثا، ثو، ثي. ياك عقلتوا عليهم؟ نعم. عاودوا قراوا معايا، ثا، ثا، ثو، ثو، ثي، ثي. نعاودوهم، ثا، ثو، ثي. وانتبهوا مزيان النطق ديال حرف الثاء، نعاودوا نطقوهم، ثا، ثو، ثي. جيد. والان غادي نشوفوا ثا ملي كتكون عندنا ثا كيفاش كترجع ملي كتولي منونه. عندنا ثا شنو غنزيدوا ليها باش تولي منونه؟ نعم، زينب، غنزيدوها فتحه وحده. نعم، غنزيدوها فتحه وحده، وغادي نزيدوا معاها سميره، الف. نعم، الالف، لان التنوين ديال الفتحه تيكون عندنا فوق الالف. وتنقراوها ثن، ثن. عاودوها، تن. مرة أخرى، تن. مزيان، شفنا طريقة الكتابة ديالها، غادي تكتبوها على الألواح. نعم، نرفعوا الألواح. نعم، مزيان، تبارك الله عليكم، مزيان. ثان، من بعد ما تعلمنا نقراو ونكتبو ثان، غادي نشوفوها في أمثلة اللي غتظهر أمامنا على الشاشة. تبعوا معايا هذه الكلمة، تنقراوها أثاثا،
أثاثا. عودوها أثاثا. نعودها مرة أخرى أثاثا. مزيان. نشوف مثال آخر حتى هو فيه ثن. هذه الكلمات سنقروها مثلثا مثلثا. عودوها مثلثا مرة أخرى مثلثا. جيد. الآن غادي نشوفوا حرف الثاء بالضمة كيفاش كيولي بالتنوين. عندنا ثو، إلا بغينا نردوها من هنا أش غادي نديرو زينب؟ هنزيدوها ضمة وحدة. نعم هنزيدوها ضمة وحدة وتنقراوها ثون ثون. عاودوها ثون مرة أخرى ثون. نعم دابا شفنا كيفاش كنكتبو ثون، غتكتبوها على الألواح. بنفس الطريقة اللي شاهدنا على الشاشة غادي نكتبو ثون. نعم نرفعوا الألواح مزيان. نعم لا أمينة عندنا ثن. نعم وبالنسبة لحليمة كتكبري شوية الحرف. نعم هنايا وهذا الضمة تكملي لهم الدور. من بعد ما شفنا كيفاش كنقراو ونكتبو حرف الثاء بجوج ضمات اللي سنقراوه ثون، غادي نشوفوه في أمثلة. تبعوا معايا على الشاشة. عندنا كلمة أثاثون أثاثون. عودوها أثاثون. نعودوها مرة أخرى أثاثون. جيد. نشوفوا مثال آخر حتى هو فيه ثون. مثلثون مثلثون. عودوها مثلثون مرة أخرى مثلثون. مزيان. بقت لنا ثي، نشوفوا كيفاش حتى هي كنكتبوها وتنقراوها بالتنوين. عندنا ثي، شنو غادي نزيدوا عليها سميرة باش تولي عندنا منونة؟ نزيدوا لها كسرة وحدة. نعم حسن جدا، غنزيدوا لها كسرة وحدة وغادي نقراوها ثين ثين. عودوها تين. نعاودها مرة أخرى تين. نعم ودابا غتكتبوها على الألواح. نرفعوا الألواح مزيان. حسن جدا. ثين حتى هي نشوفوها في أمثلة اللي غتظهر أمامنا على الشاشة. عندنا الكلمة الأولى هي أثاثين أثاثين. عودوها أثاثين مرة أخرى أثاثين. مزيان. شوفوا مثال آخر. مثلثين مثلثين. عودوها مثلثين. نعودها مرة أخرى مثلثين. مزيان. والآن بعد ما تعلمنا نقراو ونكتبو حرف الثاء بحركات التنوين اللي هما زوج فتحات وزوج ضمات وزوج كسرات، غادي نراجعو الكلمات اللي شفنا في هاد الحلقة هادي. عندنا ثن أثاثا مثلثا ثن أثاثا مثلثا. غتعاودوا معايا ثن ثن أثاثا أثاثا مثلثا مثلثا. وعندنا في السطر الثاني ثن أثاث مثلث ثن أثاث مثلث. غتعاودوا معايا ثن ثن أثاث أثاث مثلث مثلث. وعندنا في السطر الأخير ثين أثاث مثلث ثين أثاث مثلث. غتعاودوا معايا وحتى المشاهدين الكرام يتبعوا معنا ويعاودوا الكلمات. عاودوا ثين ثين أثاث أثاث مثلث مثلث. إذن إلا كان عندنا تنوين بزوج فتحات أش كنسميوه؟ تنوين بالفتحة. ولا كان عندنا بزوج ضمات أش كنسميوه؟ حليمة تنوين بالضمة. جيد. ولا كان عندنا
تاء بجوج كسرات. اش كنسميوه سميره؟ تنوين ضمه بالكسرات. نعم تنوين بالكسره. وتنقراوهم تان ثون ثين. تان ثون ثين. عاودوهم تان ثون ثين. مزيان. إذن بعد ما تعلمنا نكتبو ونقراو حرف الثاء بالتنوين بالفتحة والتنوين بالضمة والتنوين بالكسرة، غادي نكلفكم بواحد زوج تمارين واللي فيهم غادي تزيدو ترسخو هذا الحرف اللي تعلمناه في هذه الحلقة هذه. وهاد التمارين بزوج غادي توجدوهم عندكم في نهاية الحلقة 11 يعني رقم 11 في الكتاب المقرر اللي بين يديكم. وفي التمرين الأول كيف العادة كتدربوا على كتابة الحرف بالحركات اللي كنشوفوهم. عندنا اليوم ثاء بالتنوين بالفتحة، لاحظوا طريقة الكتابة ديالو واللي تنقراوه ثن. وعندنا ثاء بالتنوين بالضمة، لاحظوا الكتابة ديالو تنقراوه ثن. وفي الأخير عندنا ثاء بالتنوين بالكسرة وتنقراوها ثين. وبطبيعة الحال نتوما غادي تكملوا التمرين إلى النهاية. وباش تزيدوا تسخوا هذا الحرف في الأذهان ديالكم غادي نكلفكم بتمرين ثاني وحتى هو موجود في نهاية الحلقة 11 من مادة القراءة والكتابة. عندنا كلمات فيها حرف ثاء بالتنوين اللي هو مكتوب بالأحمر، غتقراوه في الكلمات الفوقانية وتعودوا تكتبوه في الكلمات اللي عندنا لتحت مكان النقاط. الكلمة الأولى أثاثا، والثانية مثلث، والأخيرة محراث. قرأوا معايا أثاثا أثاثا مثلث مثلث محراث محراث. نعم. من بعد ما كلفتكم بهذ الزوج تمارين ما بقى لي غير نقول لكم بأن الحصة ديال مادة القراءة والكتابة وصلت النهاية ديالها، ولكن غادي نخليكم مع مادة القرآن الكريم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.